قمة أمريكية أفريقية بواشنطن تستغرق 3 أيام، وإدارة بايدن تعلن التزامها بتقديم 55 مليار دولار لدول القارة. رئاسة مجلس الوزراء تعلن تقدم 4 شركات جديدة للحصول على الرخصة الذهبية. موسكو تقول إن سحب قواتها من أوكرانيا أمر غير وارد حاليا، وكييف تعلن تدمير جسر استراتيجي تستخدمه روسيا لنقل المعدات. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بكم وللتفاصيل. تنطلق اليوم فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة. وتخصص القمة يومها الأول عقد منتدى القادة الشباب الأفارقة والمهجر، حيث يرفع المنتدى مشاركة المغتربين لتعزيز الحوار بين الشباب الإفريقي وقادة المهجر، بينما يخصص اليوم الثاني لعقد جلسة منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي والذي تستضيفه وزارة التجارة وغرفة التجارة الأمريكيتان ومجلس الشركات في إفريقيا. ويعقد القادة في اليوم الثالث الاجتماعات والفعاليات الحكومية لوفود الدول الإفريقية. هذا ويتوالى وصول وفود الدول الإفريقية المشاركة في القمة إلى قاعدة أندروز بولاية ميرلاند. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة 20 كعضو دائم خلال القمة. وتأتي هذه الخطوة بعد طلبات من رئيس الاتحاد الإفريقي، بينما تعد جنوب إفريقيا العضوة الوحيدة في مجموعة 20 من إفريقيا.
وللمزيد عن الاستعدادات للقمة الإفريقية الأمريكية ينضم إلينا موفدنا إلى واشنطن علاء رشوان. علاء، بعد التحية، ماذا عن آخر الأخبار لديك من حيث وصول القادة الأفارقة أو على صعيد أجندة وملفات القمة من واقع ما يصدر عن الإدارة الأمريكية؟ نعم، بداية السلطات الأمريكية أنهت تقريبا كل الاستعدادات لانطلاق هذه القمة بعد أقل من ساعتين من الآن بتوقيت واشنطن. هذه الصورة تكشف عن هذه الإغلاقات المرورية التي اتخذتها السلطات الأمريكية منذ مساء أمس استعدادا لانطلاق هذه القمة. نحن نبعد أمتار قليلة فقط عن المقر الرئيسي لاستضافة هذه القمة ووقاعة المؤتمرات المركزية بواشنطن. كما يبدو في الصورة، اتخذت السلطات الأمريكية كل الإجراءات الاحترازية لاستعدادا لانطلاق هذه القمة. حول وصول القادة والزعماء والرؤساء الأفارقة، اكتمل تقريبا وصول كل الزعماء الأفارقة المشاركين في هذه القمة. تأكد عدم مشاركة كل من السودان، غينيا، جمهورية جنوب أفريقيا الوسطى بسبب تعليق عضوية هذه الدول في الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى إريتريا وأيضا جمهورية الصحراء الكبرى. هذه المشاركة سوف تكون مشاركة واسعة، 49 رئيس دولة وحكومة أفريقية سوف يشاركون في هذه الفعاليات التي سوف تمتد أجندة عملها إلى الكثير من الملفات والموضوعات، بداية من تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والدول الإفريقية من جانب آخر، بعد غياب الولايات المتحدة عن القارة الإفريقية لما يقرب من 8 سنوات، وهي المدة التي استغرقتها عقد القمة الأولى في عام 2014 إبان عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهذه الفترة في حكم جو بايدن الذي يسعى لتصحيح أخطاء سلفيه ترامب الذي غاب عن القارة الإفريقية وما سمح لي تزايد نفوذ بعض القوى العالمية الأخرى مثل روسيا والصين. إلى جانب هذا الملف، ملف التعاون الاقتصادي، هناك أيضا ملفات أخرى تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ودعم دور الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية المستدامة في عدد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى ملفات التمويل المالي والفني والتقني لمشروعات التنمية الكبرى، خاصة مشروعات البنية التحتية والاتصالات والرقمنة والتحول والشمول المالي. هناك أيضا ملفات تتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة في ضوء التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك هناك منتدى خاص يتعامل ويتفاعل مع التحديات التي خلفتها التغيرات المناخية في القارة الإفريقية، أحد أكبر المتضررين عالميا من التغيرات المناخية القاسية. الشق الرسمي لن يبدأ قبل مساء اليوم بحضور عدد كبير من القادة والزعماء والرؤساء الأفارقة، ولكن بعد ساعتين من الآن سوف يبدأ الشق غير الرسمي، وهو منتدى المجتمع المدني، والذي من المنتظر أن يحضره كبار ممثلي المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني في القارة السمراء، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث دعم وتعزيز هذا الدور الهام في المرحلة المقبلة في القارة الإفريقية، وإشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في إنجاز أجندة التنمية المستدامة في قارة أفريقيا حتى عام 2063. إلى جانب هذا المنتدى أيضا سوف تستضيف فعاليات القمة على هامش الفعاليات الرسمية، منتديات أخرى تتعلق بمنتديات ريادة الأعمال من شباب القارة الإفريقية في الشتات والمهجر، والنظر في إمكانية توفير كل السبل الدعم التقني والمالي لمشروعاتهم الرائدة لخدمة أهداف التنمية المستدامة في قارة أفريقيا. هناك أيضا منتديات تتعامل وتتفاعل مع تحديات التعليم والصحة وأيضا التغيرات المناخية القاسية في القارة الإفريقية. مشاركة واسعة تعكس اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في رسم خريطة جديدة للتعاون مع القارة السمراء بعد غياب، كما أشرنا، أكثر من 8 سنوات عن القارة وتحدياتها. وأيضا تهدف هذه القمة إلى رسم خطوط وملامح المستقبل فيما يتعلق بالمساعدات والتمويل المالي والفني والتقني الذي من المنتظر أن تقدمه الولايات المتحدة لعدد كبير من دول القارة الإفريقية للتغلب على التحديات الناجمة عن المشكلات التي تتعلق بسواء التغيرات المناخية، تحديات الهجرة غير الشرعية، تحديات الإرهاب.
وغيرها من هذه التحديات التي باتت تؤرق ليس فقط القارة الإفريقية وإنما مناطق عدة من العالم. نعم أشكرك شكرا جزيلا علاء رشوان، موفدنا إلى واشنطن. أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ستلتزم بمبلغ 55 مليار دولار لإفريقيا على مدار السنوات الثلاثة المقبلة. وأشار سوليفان إلى أن الالتزام الأمريكي سيشمل قطاعات التنمية والنمو الاقتصادي والصحة والأمن في إفريقيا. نعمل عن قرب مع الكونغرس. ستلتزم الولايات المتحدة بمبلغ 55 مليار دولار لأفريقيا وذلك على مدار السنوات الثلاث المقبلة عبر عدد من القطاعات لمواجهة التحديات الأساسية، وتستند هذه الالتزامات إلى القيادة والشراكة طويلة الأمد للولايات المتحدة في التنمية والنمو الاقتصادي والصحة والأمن في أفريقيا على مدى العقود الثلاثة الماضية. كما قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سوف يعين ممثلا أمريكيا خاصا لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة الأمريكية الإفريقية. وأوضح سوليفان أن وزارة الخارجية سوف تعين السفير جوني كارسون لهذه المهمة. إن روح هذه القمة ليست ما سنفعله من أجل الدول والشعوب الأفريقية، ولكن ما سنفعله مع الدول والشعوب الأفريقية. خلال المشاورات المكثفة التي أجريناها مع القادة الأفارقة والمجتمع المدني الأفريقي في الفترة التي سبقت هذه القمة، كان هناك سؤال رئيسي وهو ماذا سيحدث بمجرد انتهاء القمة. وتحقيقا لهذه الغاية سيكون لدينا ممثل خاص جديد لتنفيذ التزامات القمة الأفريقية الأمريكية، وتخطط وزارة الخارجية لتعيين السفير جوني كارسون. مزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رامي زهدي رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب. أستاذ رامي بعد التحية، يعني نتحدث عن الخطوط العريضة لهذه القمة. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت التزامها بتقديم 55 مليار دولار للقارة الأفريقية خلال السنوات الثلاثة المقبلة. كيف ترى الاهتمام الأمريكي بأفريقيا في هذا التوقيت، وما مدى نجاح القمة على المستوى السياسي؟ أعتقد بأن القمة الأمريكية الأفريقية التي تعقد للمرة الثانية بعد 8 أعوام منذ انعقاد الأولى في العام 14 تأتي في ظروف مغايرة. ربما أفريقيا تدخل الآن التفاوض بظروف أقوى، لأن الاحتياج الأمريكي الآن للقارة الأفريقية مضاعف، وربما لا تجد الولايات المتحدة الأمريكية الآن بديلا عن القارة الأفريقية، بينما تجد القارة الأفريقية أدوار مرجحة كبديل للدور الأمريكي وإن كانت أقل. هذا ما ينعكس في أن جدية الولايات المتحدة الأمريكية في التعاطي هذه المرة وفي التحول من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي هو أمر يعني واقع لا محالة أكثر من ذي قبل، لأن الاهتمام والاحتياج مشترك وبدرجة كبيرة ما بين يعني الطرفين. صحيح. طب أستاذ رامي، ويعني التوجه الأمريكي نحو القارة الأفريقية في خلال الفترة المقبلة، كيف سيكون شكل هذا التوجه وشكل هذا التعاون مع القارة الأفريقية ودول القارة الأفريقية؟ أفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد هيكلة أدوارها في القارة الأفريقية، تستهدف مزيدا من يعني الثقة لدى الشعوب الأفريقية. الشعوب الأفريقية على مدار فترات طويلة كانت تفتقد او لا يتوفر لها الثقه الكافيه في الدور الايجابي للولايات المتحده الامريكيه. الان الولايات المتحده الامريكيه تخاطب جهود التنميه، تحاول ان تدعم ادوات التنميه لدى الدول الافريقيه فيما يتمثل في تمويل او اقراض او استثمار مباشر او غير مباشر، ودعم عسكري ودعم استخباراتي ودعم امني ودعم معلوماتي ونقل خبرات والدعم في مجال مواجهه التغيرات المناخيه، كلها امور تحتك وبشكل مباشر مع المواطن الأفريقي نفسه. وبالتالي هو الآن سوف يثق أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية التي الآن وهي تتنافس مع العالم كله على إيجاد موطئ قدم في القارة الأفريقية، أصبحت الأمور أو الدرجة الأكبر سوف تكون للأكثر جدية وأكثر تنفيذا على الأرض للتعهدات. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رامي زهدي رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب.
وللمزيد من المتابعة والتحليل أيضا ينضم إلينا الدكتور محمد الشواطفي، أستاذ الإدارة والاستثمار وعميد كلية تجارة الزقازيق سابقا. يعني بداية وبعد التحية دكتور، تشير بالطبع لغة الأرقام إلى أن حجم التجارة البينية بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية تبلغ 64 مليار دولار خلال عام 2021. إذن كيف ترى هذا الرقم، وهل يعكس المكانة التي تحظى بها العلاقات الأمريكية الإفريقية؟ تحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين. يا فندم، ال 64 مليار في حجم التجارة الأمريكية الإفريقية هو رقم متناسب مع طبيعة التجارة الإفريقية، لكنه متواضع من حيث إذا ما أخذ في الاعتبار المجتمع الأفريقي والتوسعات الإفريقية والحاجة الإفريقية، وفي جانب آخر هو الاستثمار الأمريكي والتوجه الأمريكي. لكن هناك طبعا على شاطئ الأطلسي ما بين أمريكا وأفريقيا طموحات كبيرة يعكسها هذا اللقاء، باعتبار أن أمريكا هناك تخوف من الصين وروسيا والتمدد في هذه المنطقة وبخاصة في المجال التجاري، وأمريكا تعتبر قوة صناعية وقلعة صناعية كبيرة، وبالتالي من تستهدف إلى أن يزيد معدلات التجارة للاستفادة بما تتوافر به القارة الإفريقية. القارة الإفريقية النهاردة بتحاول بتنتج حوالي 1.3 تريليون ناتج إجمالي في داخل القارة الإفريقية، فيها حوالي أكثر من 7 دول تنمو بمعدلات سريعة جدا، لكن متوقع أن يكون معدل الناتج الإجمالي في القارة الإفريقية ما يقرب من 30 تريليون دولار في 2050. إذن في هذه الحالة مع هذا التوسع في الناتج القومي الناتج الإجمالي، ومع توافر الموارد البشرية باعتبار أمريكا أفريقيا يوجد لها مليار النهاردة مليار نسمة، منها 25% قوة عمل شبابية، إذن هنا يكمن الهدف وهنا تتجه البوصلة. أفريقيا النهاردة هي مركز النمو القادم، وهي السوق الكبيرة، وهي أساس توطين الصناعات ما بين الدول الاقتصادية الكبيرة زي الصين زي روسيا زي أوروبا زي أمريكا. إذن هنا يأتي التوجه ده، وإن اهتمام الإدارة الأمريكية وبخاصة الديمقراطيين على أن أفريقيا هي أحد التوجهات الأساسية للدولة الأمريكية. في نفس الوقت كمان الحد من النفوذ الصيني الروسي أو التوسعات الصينية بالتحديد في داخل الدولة الأفريقية أو الدول الأفريقية. الأمر الثاني كمان أن الاقتصاد الأفريقي هو اقتصاد يتمتع بمزايا نسبية، وهو عبارة عن مواد خام وطاقة وغير ذلك، وفي ضوء كده يمكن أن تستفيد الأمريكا إما بتوطين صناعاتها في داخل أفريقيا، أو أن تكون أفريقيا هي مركز تسويقي كبير. الأمر الثالث والمهم جدا أنه هو بعد الأزمات العالمية الكبيرة اللي بتتم اللي مر عليها خلال العام الماضي أوكرانيا روسيا وما تلا ذلك من مشاكل في سلاسل الإمداد واللوجستيات، هنا يأتي دور أهمية أفريقيا. الأمر الرابع وهو الأهم من ذلك إن هو هناك توجه العالم النهاردة على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة واستخدام الأشياء هذه، هو أيضا هنا أفريقيا تعتبر أحد المصادر الأساسية للطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي تعتبر مركز جذب استراتيجي للاستثمارات الأمريكية، ولا سيما في الاضطراب في الشمال والمشاكل الكبيرة اللي موجودة سواء في الصين سواء في شمال العالم في أوروبا أو في شرق العالم، تأتي هنا أهمية الصين. الأمر الأهم من ذلك كمان والإضافة إلى ذلك وهو خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الشامل في أفريقيا، باعتبار أن هذا سيزيد العالم يزيد معدلات العالم ويزيد من أهميته، ولا سيما أن العالم الآن يعاني أو يتجه ناحية الركود ويعاني الآن من تضخم شديد جدا أو صحيح. ربما يكون انتكاش. إذن نعم. هنا يأتي بقى التوجه الأمريكي النهاردة وبخاصة الديمقراطيين سواء 14 مع أوباما
أو النهاردة مع بايدن، هنا يقول لي أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية من إعطاء شراكة ومساهمة ونمو مع القارة الإفريقية يعتبر هنا في ضوء الرؤية الاستراتيجية الأمريكية من خلال مراكز القوى السياسية ومراكز القوى الاقتصادية والحد من النفوذ القوى الكبيرة، يعتبر هذه بوصلة جيدة. الأمر الثاني كمان، الاقتصادات الأفريقية النهاردة بها عدد كبير جدا من الدول تنمو بمعدلات كبيرة زي نيجيريا زي الجزائر زي مصر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كمان أنه هو كمان دول أفريقيا النهاردة تتجه إلى التوحد، الوحدة الأفريقية، وعندها أكثر من تكتل كبير، هذه التكتلات هناك تنسيق منها. إذن حتى لما يجي النهاردة بايدن يقول أن أنا عايز أضم الاتحاد الإفريقي أو أفريقيا إلى دول العشرين، إذن معنى ذلك هو يقول لنا أن البوصلة تتجه الآن إلى أفريقيا للاستفادة منها والتعاون المشترك ما بين الأفراد. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الشواطفي، أستاذ الإدارة والاستثمار وعميد كلية تجارة الزقازيق سابقا. توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى دولة قطر على رأس وفد من المجلس، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى القطري حسن ابن عبد الله الغانم، حيث من المقرر أن يعقد الجانبان المصري والقطري مباحثات موسعة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني. كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري القطري ودعمه على كافة المستويات. أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع العلاقات المصرية الصينية. جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لسفير الصين لياو لتشيانغ. وأكد المستشار عبد الرازق على المواقف الإيجابية للصين تجاه القضايا المصرية، مشيدا بتنسيق بين البلدين خلال مواجهة وباء كورونا وبالقمة العربية الصينية والتي عقدت في الرياض مؤخرا. من جانبه أشار السفير الصيني إلى دور برلماني البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، مقترحا تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ ونظيره الصيني لدعم التعاون البرلماني. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تقديم 4 شركات جديدة للحصول على الرخصة الذهبية التي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، وذلك بعد أيام من إطلاق رابط على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء. وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن أنشطة تلك الشركات تتركز في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والأثاث والأخشاب وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرا إلى أنها تتوزع بين محافظات الجيزة وشمال سيناء وبني سويف، وتتراوح نسبة المكون المحلي لمنتجاتها بين 50 و80%. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة العليا المختصة ببحث ودراسة موقف الشركات المالي ودراسات الجدوى الخاصة بها وغيرها من شروط منح الرخصة الذهبية التي تستهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة، مهيبة بالمواطنين لعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 562 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 913 طنًا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 136 طنًا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 697 طنًا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 70 طنًا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 926 قضية من بينها 234 قضية خبز ناقص الوزن و236 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. عقدت المجموعة الدولية اجتماعا في باريس لحشد الدعم لأوكرانيا. هذا وعقد المؤتمر بعنوان متضامنون مع الشعب الأوكراني بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأوكراني دانيل شميهالا. وأكد المتحدثون في المؤتمر على خمسة مجالات أساسية وهي الطاقة والمياه والغذاء والصحة والنقل لتمكين أوكرانيا من الحفاظ على تشغيل البنية التحتية الأساسية. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إنه لا يمكن إحراز أي تقدم في التسوية بأوكرانيا دون الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة على أرض الواقع. وأكد بيسكوف أن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا أمر غير وارد، مشيرا إلى أن كل مقترحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السلمية تؤدي إلى مواصلة القتال. أعلن مدينة ميلوتوبول الأوكرانية إيفان فودروف تدمير جسر رئيسي بالقرب من المدينة تستخدمه القوات الروسية لنقل المعدات العسكرية باتجاه الشرق. وقال فيدروف إن دعامات الجسر تضررت، مشيرا إلى أن الجسر يعد أحد الجسور ذات الأهمية الاستراتيجية. هذا وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون الأوكرانية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 15 آخرون إثر قصف روسي استهدف المدينة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال الدفعة الأولى من معدات الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا. وأكد نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك أنه تم الاجتماع مع شركات الطاقة الأمريكية لمناقشة دعم البنية التحتية الأوكرانية. وفي كلمته بالمؤتمر الذي عقد بباريس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتطلع إلى تمويل إصلاح البنية التحتية لأوكرانيا والسماح للشعب الأوكراني بتجاوز الشتاء. سياسيا أكد ماكرون أن أوكرانيا هي الضحية في الصراع وهي وحدها من يقرر شروط السلام. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن استعادت منطقة خيرسون من السيطرة الروسية أثبت عدم جدوى الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في أوكرانيا. نريد في هذا المؤتمر حشد أصدقاء أوكرانيا وشركائنا والمعنيين بحقوق الإنسان من أجل توفير مساعدة مادية لإصلاح البنية التحتية الأوكرانية والسماح للشعب الأوكراني بتجاوز هذا الشتاء بتوفير مستلزمات الطاقة والغذاء وغيرها. ولذلك دعونا إلى هذا المؤتمر للتضامن مع الشعب الأوكراني. ففرنسا خصصت 151 مليون يورو منذ بداية العام لدعم أوكرانيا، وهناك 48 مليون إضافية في إطار أهداف متعددة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن بلاده بحاجة إلى 800 مليون يورو كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء. وأوضح زيلينسكي في كلمته أمام المؤتمر عبر الفيديو أن نظام الطاقة الأوكراني يحتاج إلى مساعدة طارئة من نظام الطاقة الأوروبي.
نحتاج إلى عدة فئات من المحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات الضغط العالي وتوربينات الغاز، ويحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية الشتاء إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي بقيمة 800 مليون يورو تشمل استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. أكد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشتينشكو أن على العالم إعادة النظر في السلامة النووية بعد سيطرة روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والواقعة في زاباروجيا الأوكرانية. وأضاف الوزير الأوكراني خلال المؤتمر الدولي المنعقد في باريس أنه يأمل جمع أموال لإعادة إصلاح البنى التحتية الأوكرانية المدمرة والتأكيد على دعم فرنسا لكييف في حربها ضد روسيا. تباطأ معدل التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي لأول مرة خلال 5 أشهر بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 70 عاما. وأظهرت البيانات النهائية التي أصدرها المكتب الاتحادي للإحصاء تراجع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 10% في نوفمبر على أساس سنوي بعد أن ارتفع إلى 10.4% في أكتوبر. قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7% في الأشهر 3 حتى أكتوبر الماضي. كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6% سابقا. تبحث الحكومة البريطانية خطة طوارئ للتعامل مع سلسلة إضرابات واسعة النطاق قد تبدأ اليوم. وأكدت الحكومة أن الاجتماع سيبحث نشر الجيش لمواجهة تداعيات الإضرابات، ويأتي ذلك في ظل تصعيد النقابات العمالية الخلاف بشأن زيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم الذي بلغ 10%. أسابيع من الإضرابات تخيم على بريطانيا في ظل تصعيد النقابات العمالية الخلاف مع الحكومة ومطالبها بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم الذي بلغ 10%. نحو 40,000 موظف في قطاع السكك الحديدية بدأوا إضرابا اليوم، بالإضافة إلى 14 شركة مشغلة للقطاع، لتصل الخسائر المقدرة لنحو 1,500,000,000 جنيه استرليني، وذلك في قطاع السكك الحديدية وحده. ولمدة شهر سيضرب عن العمل موظفو المواني وحراس المنافذ البرية والبحرية، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تذبذب سلاسل التوريد والشحن، لا سيما في مجالات تشمل الطاقة. ويتجه مسار الاحتجاجات نحو مزيد من التصعيد في قطاع الصحة، حيث يتوقع أن يضرب اعتبارا من الخميس المقبل 100,000 ممرض في الطوارئ بما فيهم المسافون ورجال الإطفاء. ويأتي هذا الإضراب في وقت تواجه الخدمة الصحية تفشيا مبكرا للإنفلونزا الموسمية وموجة جديدة من كورونا، فضلا عن موجة برد تجتاح البلاد. ولتغطية احتياجات القطاع تسعى الحكومة لنشر الجيش في المستشفيات هذا الأسبوع للمساعدة في تأمين خدمات الطوارئ. هذا وترفض الحكومة زيادة رواتب القطاع العام، وتقول إنه سيكلف دافعي الضرائب نحو 30 مليار جنيه استرليني، مما يدفع بدوره نحو مزيد من التضخم. أعلن صندوق النقد الدولي توصل لاتفاق مع غانا بشأن قرض قيمته 3 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خطيرة. وأكد صندوق النقد الدولي أن غانا تواجه تضخما تاريخيا يزيد على 40% فضلا عن انهيار عملتها، مضيفا أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها غانا تفاقمت منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت الصين إقامة دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بشأن ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية.
وأكدت الصين أن الدعاوى تستهدف الدفاع عن حقوق بكين ومصالحها المشروعة من خلال الوسائل القانونية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أقرت في يوليو الماضي مشروع قانون يقيد تطوير أشباه الموصلات في الصين لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. أعلن الجيش الأمريكي أنه اختبر بنجاح صاروخا لفرط صوتي في حلقة جديدة من مسلسل التنافس الدائر بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا على صعيد هذه التقنية العسكرية المتطورة. وأكد سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة استراتيجية من طراز B-52 أطلقت أثناء تحليقها فوق مياه المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا أطلقت صاروخا وصل إلى سرعة فرط صوتية تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف واتبع مسار رحلته وانفجر في المنطقة المرسومة له. أرسلت الصين عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرة النووية إلى منطقة الدفاع الجوية التايوانية بعد أيام من حظر بكين دخول أي واردة تايوانية إضافية في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين. هذا وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 21 طائرة دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي أداز خلال الساعات 24 الماضية، تشمل 18 قاذفة من طراز H-6 ذات القدرات النووية. اتهم وزير الدفاع الهندي راجنيت سينغ الصين بمحاولة تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عند الحدود المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا. وجاء اتهام الوزير الهندي بعد اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي عند الحدود وأسفرت عن سقوط جرحى من الجانبين. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشين قطع للإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير المقبل وإطلاقها رسميا في مايو 2023. تأتي تلك الخطوة إيمانا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي الخاص باقتصاديات المركبات الكهربائية لنقل الركاب والذي شمل دراسة 20 بلدا ناميا. وأشار التقرير إلى أن تحول مصر إلى وسائل النقل الكهربائي سيسهم في تحسين جودة الهواء في المناطق الخضرية، إضافة إلى تحسين جودة النقل العام وتقليل الاعتماد على الوقود. وأفاد التقرير أن تكلفة شراء المركبات الكهربائية ترتفع بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بالمركبات التقليدية، وهو ما يعد بمثابة عقبة مالية أمام العديد من المستهلكين في البلدان النامية. تحت عنوان آفاق إصلاح وتطوير المحليات في مصر انطلق المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح. ناقش المؤتمر عددا من محاور الحوار الوطني وعلى رأسها المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقد شهد المؤتمر حضورا جماهيريا واسعا. منذ دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال فطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي بإجراء حوار مجتمعي يمثل كل أطياف الشعب المصري، احنا كحزب حماة الوطن ابتدينا لبنا الدعوة وابتدينا نشتغل عدة محاور، هو المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. مصر غنية بشبابها ومرأتها وأهلها، ومصر دولة قوية إن شاء الله، وهنبقى من أقوى الدول بإذن الله ومن أقوى الاستثمار، وأنصحهم أنهم يصنعوا ويزرعوا والتعليم والصحة وكل المجالات دي نشتغل فيها بقوة. يعني الحوار الوطني مهم جدا لظهور واستنباط أفكار من المسؤولين
أو الشعبيين بحيث يكون هناك فكر راقي في حل المشاكل بالطريقة السليمة والصحيحة التي من شأنها الارتقاء بهذه المحافظة. لابد من مشاركة الشباب مشاركة فعلية لإيجاد فرص واقتراحات ويطرح فيها حل مشاكل خارج الصندوق، فلابد من مشاركة جميع فئات الشعب. نحاول أن احنا نضم مجموعة الشباب ونسمع الرأي الآخر بالإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. بنحاول أن احنا نوصل نوعي شباب مصر ونوعي شبابنا لأهمية الحوار الوطني، نسمع الرأي والرأي الآخر. أهم القضايا اللي عرضت اليوم تسرب المرأة من التعليم أو تسرب الأطفال أصلا من التعليم وعدم تكميل تعليمهم، لكن دلوقتي مع التفتح ومع التقدم ومع الحوار الوطني ابتدى المجتمع يفهم ويعرف أهمية المرأة وأهمية دورها في المجتمع وأهمية تواجدها في الشارع وفي المؤسسات. كما انطلق الحوار الوطني الذي نظمه حزب حماة الوطن حول السياسات المطلوبة لتعزيز ومساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمدينة الغردقة. وقال أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر محمد الشناوي إن الحوار الوطني يهدف للتنمية المستدامة للنشاط السياحي والوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً. مؤتمر خاص بتحقيق أهداف التنمية السياحية في البحر الأحمر لاستجذاب 30 مليون سائح ضمن الخطة الموضوعة وهدف من أهداف التنمية المستدامة. وبيشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية والسياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر المعنية بتنفيذ الهدف المنشود. أطلقنا كثير من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى الوعي أو توعية المواطن المصري المتعامل مع السياح، وعمل ورش عمل ودورات تدريبية زي مثلا مبادرة سلوكيات مطلوبة ومبادرات كتيرة جدا بنعرف فيها المواطن العادي سواء كان متعامل مع سايح في فندق في الشارع في محل في سوبر ماركت سواء تاكسي ازاي يتعامل مع السايح بصورة لطيفة. الحوار الوطني هو نبض الشارع في الارض وبيدي بيسمح لكل المشاركين فيه ان هم يساعدوا في اتخاذ القرار، ودي فرصة كويسة جدا لكل حد بيشتغل في المجال في السياحة. بقول لأصحاب الفنادق والشركات مطلوب دورات لكل العاملين في السياحة، كل الدورات في المكاتب الأمامية وكل شغال في قطاع السياحة يعرف إيه أهمية السياحة. ياريت 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 نشوف أحسن دولة في العالم في سياحين. جايين نسمع كل الأراء الجديدة، لأن يعني طبعا طريقة تسويق بلدنا في الثمانينات والتسعينات مختلفة تماما عن 2022 و2023. احنا النهاردة بعد ما مرينا بأزمات كتير جدا، والنهاردة بعد الاستراتيجية الجديدة للدولة المصرية والجمهورية الجديدة بتعظيم كل ما هو إيراد من السياحة. حوار وطني جميل هادف لزيادة عدد السائحين لمصر لحوالي تصل حوالي 30 مليون سائح. دي فرصة فيها فرصة ممتازة جدا ان احنا نشوف الخبرات وتراكم الخبرات والخبراء السياحيين. مسؤوليتنا كحزب حماة الوطن ان احنا ننشر الوعي السياحي للمستوى الأقل عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق التلفزيون، عن طريق الناس اللي ماشية في الشارع. من غير الشارع مفيش سياحة. نظم حزب حماة الوطن بالغربية جلسة حوار وطني بمدينة طنطا بعنوان المحور الاقتصادي عن توطين الصناعة المصرية. وقال أمين حزب حماة الوطن بالغربية إن الحزب يعمل على تنفيذ عدد من مؤتمرات الحوار الوطني في مختلف المحاور، وذلك من أجل توضيح ما تقوم به الدولة من جهود في بناء الوطن. فعالية النهاردة الحوار الاقتصادي مضمونه توطين الصناعة المصرية، وتوطين الصناعة المصرية باعتبار انها اهم الركائز في مصر، ودي حقيقة يعني بتعتبر قلعة الصناعة المصرية المحلة الكبيرة، وده مركز من مراكز المحافظة. شغالين في المحور الاقتصادي اللي هو توطين الصناعة. احنا الغربية مشهورة طبعا بالغزل والنسيج، قلعة الصناعة المحلة. جايبين خبراء طبعا في الغزل والنسيج النهارده، وبعض الصناعات برضو زي الكتان
عندنا بعض الدواجن برضو، صناعة الدواجن عندنا بيرما من أشهر البلاد اللي موجودة هنا في الغربية. بنركز تركيز أساسي على المحور الاجتماعي، وده بيستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة، وبنسمع كل شبابنا إيه رؤيتهم في المستقبل علشان نحقق أحسن مستوى اجتماعي لمصر ولشبابنا كلهم. أطلقنا مجموعة كبيرة من ندوات الحوار الوطني في كل مراكز الشباب وكل الأندية، وبنطلع بيها دلوقتي بتوصيات عشان تترفع للجنة الرئيسية، اللجنة العليا للحوار الوطني. المرأة بطبيعتها يعني فخامة الرئيس يهتم بها جدا ويجعل لها مكانة كبيرة جدا في المجتمع وبينهض بها في الفترة الكاينة، واحنا كمان بننهض بالمرأة صحيا واجتماعيا اللي هي النصف الأهم في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فالمرأة بقت مشتركة في كل حاجة دلوقتي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأنها بتعادل الرجل في نصف المهام العامة على الرجل، بل بالعكس هي بتقدم أجيال للمجتمع تخدم المجتمع عامة، اللي هي بتربي وبترعى الأبناء، والأبناء دول بيبقوا بعد كده إيه، جيل صالح للمجتمع يخدم الوطن في جميع مناحي الحياة. الهدف كله الأساسي إزاي ندرب العامل، إزاي نهتم بالتدريب بشكل عام، إزاي نهتم في مخرجات التعليم عشان يدينا مردود كويس لعامل ماهر جيد يقدر يفيد بلدنا. المنظومة لازم تبقى مكتملة مع بعض، نقل التكنولوجيا الرئيس بينادي بيها، عندنا توطين الصناعة يبقى احنا محتاجين عامل ماهر، يبقى لازم المنظومة تكمل كلها مع بعضها. في جهاز اسمه تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة، بيدي قروض للشباب من أول 5000 لغاية 10 مليون، يعني فتح فرصة لكل شاب. كل اللي على الشاب اللي يروح يقول أنا عندي فكرة، بيجيبوا مدربين يدربوه ويعلموه ويطلع من عندهم محترف ويشغل ناس ويحل مشاكل في البطالة، وده اللي إن شاء الله يعني الدولة بتعمله بقوة كبيرة جدا. أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة قامت بتوصيل الغاز الطبيعي بأول وحدة سكنية بمركز ومدينة قوس بمحافظة قنا. وأوضحت الوزارة أن ذلك في إطار المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية. وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية ضمانا لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرى من هذه الخدمة الحضرية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك. اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين. وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوار إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لـ200 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 28 فحصا معمليا و8 فحوص بالأشعة السينية وسونار، كما تم إجراء 25 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. تتابع مؤسسة حياة كريمة من خلال المنسقين الميدانيين والمتطوعين مشروعات المبادرة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية. وضمت مشروعات المبادرة وحدة الإسعاف، حيث تم الانتهاء من أعمال المبنى الخاص بوحدة الإسعاف التابعة للوحدة المحلية بقفر عشمة، كما تمت متابعة مركز الأمومة والطفولة. ويقوم خدمات تنظيم الأسرة والعلاج الطبيعي وحضانة محو أمية وورش تدريب وعيادات أمومة وطفولة، كما تمت متابعة الوحدة الصحية. وأوضحت حياة كريمة أنه يجرى رصف طريق زاوية النعورة بجزيرة الحجر كفر حجازي بالمنوفية. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2826 نقطة.
وقفز مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 3.41% ليغلق عند مستوى 4179 نقطه. ورياضيا، يواجه المنتخب الارجنتيني اليوم نظيره الكرواتي في الدور نصف النهائي لكاس العالم لكره القدم 2022، والذي سيحدد اول المتاهلين للمشهد الختامي للمونديال. تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب لوسيل الذي يحتضن المواجهة الأولى المثيرة من الدور نصف النهائي لكأس العالم بين الأرجنتين وكرواتيا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. راقصوا التانجو نجحوا في الوصول إلى قبل النهائي بعدما تخطوا عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة نارية امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما. أما رفاق لوكا مودريتش الطامحون إلى التأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال فقد نجحوا في تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء البرازيل أبرز المرشحين لتحقيق اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. الأرجنتينيون يدخلون المباراة وعينهم على حصد اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخهم وإهداء ميسي لقبه الأول في المونديال الذي قد يكون الأخير في مسيرته. المنتخبان التقيا من قبل في مواجهتين بكأس العالم وحقق كل منهما الفوز في مباراة. إذن هي مواجهة مصيرية وخطوة أخيرة فاصلة لتحديد أول المتأهلين للمشهد الختامي في المسابقة الكروية الأهم. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، عودة للتذكرة بأبرز العناوين. قمة أمريكية إفريقية بواشنطن تستغرق 3 أيام، وإدارة بايدن تعلن التزامها بتقديم 55 مليار دولار لدول القارة. رئاسة مجلس الوزراء تعلن تقديم 4 شركات جديدة للحصول على الرخصة الذهبية. موسكو تقول إن سحب قواتها من أوكرانيا أمر غير وارد حالياً، وكييف تعلن تدمير جسر استراتيجي تستخدمه روسيا لنقل المعدات. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، دمتم في أمان الله.